أسأل الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا 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 تعد ولا تحصى. استفسار: هل الماء المغلي قلوية أو حمضية؟ أول شيء مفهوم السائل لما يتحول قلوي، على سبيل المثال المطهرات البنزلية التي تستخدم لتطهير المنزل كالمطابخ ودورة المياه وإلى آخره. أما لما تكون المادة السائلة حمضية مثل الليمون، الليمون حمضية كثير، نسبة عالية جدا من الحموضة، ودم الإنسان يظل على سبعة، على مقياس سبعة، أي كتلة هيدروجينية أو pH value. يعني عندما تعمل فحص طبي وإذا وجد أن دمك قلوي أو حمضي، معنى أن هناك في خلل، في خلل في صحتك. وهذه أول خطوة لعمل فحص طبي لصحة البشرية. فالإنسان المريض أو يعاني من أي مرض، الدم كتلة الهيدروجينية في الدم تتغير. هذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة للماء المغلي ليس قلوي ولا حمضي، وسندخل بتفاصيل. لكن قبل ذلك، كنا في الفلبين وقدمنا محاضرة، حضر مجموعة من الحضور ومن بينهم كان شخص متخصص في علم الكيمياء، فكان يتمسك بحيث أن تطبيق الهاكوباثي أو الشرب الماء ساخن لدرجة الحرارة اللي نحن حددناها 50 درجة مئوية خطر جدا، لأن يكون حمضية. ويبدو أنه هو كان يأخذ وفقا للدراسات التي توصلت إليها، بحيث أن المادة الماء لما ترتفع حرارته نسبة الهيدروجينية تقل، نسبة الهيدروجينية. وبمعنى آخر، الماء عند غليان تنفصل أيونات الهيدروجينية من أيونات هيدروجينية أكسجينية، تنفصل، وعلى أساس المادة تكون حمضية يجب أن نسبة الكتلة الهيدروجينية تزيد عن كتلة هيدروكسيد ايونز او ايونات الاكسجينية. ولكن هناك دراسة من جامعة يو سي ديفيس كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا جنوب جامعة كاليفورنيا يو سي ديفيس، توصلوا بهذه الدراسة بهذا البحث، وهذا شيء أثار عجب كثير جدا. الماء مستثنى. لماذا؟ أول شيء، الماء عند درجة حرارة الغرفة تكون نسبة كتلة هيدروجينية سبعة، أي ليس حمضية وليس قلوية. ومن ثم قاموا في المختبر يريدوا يشوفوا هل تتغير كتلة هيدروجينية في الماء عند غليان ومع ارتفاع حرارة الماء. وفعلا وجدوا عندما تم غلي الماء، كلما ارتفعت درجة حرارة الماء فكلما كانت النسبة تغيرت، أي تحول إلى أقل نسبة يعني كتلة هيدروجينية. فعند الدرجة الغليان المقياس وصل إلى 6.14، هاي معنات أن حمضي. بالمفهوم هنا يبين أنه حمضي، لأن 6.14
إذا الموضوع أثار عجب كبير جدا. وإنما يوصل درجة 50 درجة مئوية نسبة الكتلة الهيدروجينية المقياس يكون 6.3 وشيء، أي معنى أن حمضي وجدوا مع الماء متغير بالكامل، كيف ليس حمضي ولا قلوي، مع أن المقياس عند 50 درجة مئوية وصل 6.3 وشيء. ما هو العجب هنا؟ العجب اللي وجده في الماء مستثنى من حيث كلما يتم تسخين الماء، كلما يتم رفع درجة حرارة الماء، تنفصلان كل من الأيونات الهيدروجينية والأيونات الأكسجينية. فالأيونات الهيدروجينية هو بالرمز H+، أما الأيونات الأكسجينية OH-. ما مفهوم ذلك؟ معنى أن نسبة الهيدروجين تنفصل عن الأكسجين في الماء عند الدرجة عند رفع حرارته. لكن العجب هنا وجدوا بأن المقياس متساويان في كلاهما، كلما زادت حرارة الماء كلما زادت نسبة الكتلة الهيدروجينية في كل من الأكسجينية والهيدروجينية بالمقياس متساوي. وبذلك طالما أن الأيونات الهيدروجينية بالمقياس تعادل أيونات الأكسجينية متساوية، فلا يتحول الماء لا قلوي ولا حمضية. المادة تكون حمضية عندما تزداد نسبة تفوق نسبة الكتلة الهيدروجينية عن كتلة الأكسجينية، والعكس إذا قلت، يعني بمعنى أن كتلة الأكسجينية زادت عن كتلة الهيدروجينية، أصبحت المادة السائلة أو حتى الماء يكون قلوية. لكن بشكل مستثنى الماء صالح للشرب لا يتحول لا قلوي ولا حمضي نتيجة لمعادلته في النسبة من المقياس لكل من الكتلة الهيدروجينية والكتلة الأكسجينية والهيدروجينية. لذلك هذا مهم جدا 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 لكل من الذي يعتقد أن الماء الساخن الهاكوباثي تطبيق الهاكوباثي يؤدي إلى حموضة في الماء. هذا إذن النظرية هذه وليس النظرية بل البحث الذي تم نشرها من قبل جامعة يوسي ديفيس كاليفورنيا أثبت ذلك، ولدينا رابط الدراسة لأي شخص يسأل عنه نقوم بتوفيرها، وسنقوم بتنزيله في قناتنا هنا اليوتيوب خلال هذا المقطع الفيديو. وكذلك هذه الدراسة تعطي برهانا كافيا عندما أشرنا منذ عام 2007 بأن عن مع تطبيق الهاكوباثي تناول برنامج الماء ساخن، طبعا هناك أساليب صحية وعلاجية متعددة ومن أبرزها طريقة تناول الماء ساخن، شرب الماء ساخن أو بمعنى آخر بحيث أن جسم الإنسان يصبح أن بالطريقة الوحيدة الاستثنائية جسم يتغذى من الهيدروجين، ولا توجد وسيلة أخرى للحفاظ على الهيدروجين في جسم الإنسان إلا من مصدر واحد، الماء لم يكن ساخن يحافظ على نسبة كافية من الهيدروجين، يغذي جسمه بالهيدروجين والهيدروجين. هذه الدراسات قاموا بها من كثير من العلماء ومن بينهم وأبرزهم العالم الأمريكي الراحل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء الحيوي الدكتور ألبرت زينت جورجي من أصل الميجر، حين اكتشف أن جسم الإنسان يحافظ على كمية كبيرة من الهيدروجين في أعضائه
ومن أكبر كميته في الكبد، ثم تليها أعضاء أخرى كالقلب والرئتين والطحال وما شابه ذلك. لكن الكبد يحافظ على أكبر كمية من الهيدروجين، وسمى هذه الكتلات الهيدروجينية أحواض هيدروجينية، واكتشف بأن فعلا الهيدروجين هي المادة الأقوى المضادة للأكسدة. الأكسدة أي السموم. إذن هذا خبر كثير يبشر الجميع بمواصلة تطبيق الطب الحكوباثي، بأن أصبحت هي وسيلة الاستثنائية في الحفاظ على الصحة البشرية نحو حياة صحية بعيدة عن المعاناة من الأمراض وأيضا القلق والاكتئاب وما شابه ذلك، بل تحقيق الصحة الشاملة في جميع جوانبها الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية والاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري من مقر حكوى والنس، ولاية فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، مواطن من سلطنة عمان.